ايوه، وفي طبعا اللي هو الفن العادي اللي هو الغناء العادي الطبيعي، لكن طبعا برضو بالطابع تونسي. مثلا نقول لك شرقي، مثلا تقول يا ليلي يا ليلي يا ليل، بالتونسي تقول يا ليلي يا ليل، في طابع معين. بعد شوي شوي بس انا طبعا نقول لك حاجه، لكن نوضح لك الاختلاف. في عندنا نغمات اللي هي المزموم، مثلا تقول ايش المزموم، المجموم يقول مثلا يا ربي لا اله الا الله، يا سايق النجع لوان، هذا العصارى نسوقه. شفت الركوز فين؟ فده الاختلاف، بس هو يعني هو عادي يعني.